السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. عندنا في هذه جي تي دي عندنا بين عاودوا لها الديب رياض وبين عاودوا لها اومانتو، هذه لولمو يسموها اشكا، هذه لولمو اشكا اللي تجي في الفيبروكال. هي هذه عندها اراج تاعها سبيسيال تقلعها، بصح الا ما كانش عندك اراج غادي نقول لكم واحد الطريقه غادي نشاركها معكم لاول مره ونشوفوها اسكو تنجح ولا لا. غادي نجيبوا معنا جورنان كيما هكا ولاكس كيما تشوفوا، هذا تاع طوندير تاع الزيت تاع ماسي 3. غادي يجي على حسابها نيشان هنايا كيما تشوفوا خاوتنا، يدخل نيشان على حسابها. اش نديرو؟ هذا الجورنال مشمخ غادي نديروه هنايا في ديك نعمرو في بلاصه الرول من تما وندخلو اللاكس ونضربو بالمارطو ونشوفو اسكو الرول ما تخرج ولا لا. ومع العلم هذه انا ديجا راني شايفها في فيديو قبل وراني نسيي فيها، وهذه الخدمه كيما رانا نخدموا دروك هنا ماناش نخدموا معايير اوروبيه، تما دروك رانا نخدموا معايير جزائريه ولا افريقيه كيما بغيتوا تسموها سموها. اي نبداو بسم الله. عرفت؟ هادي شوف، هيا هاي ديرو المتانة هادي دروك الجورنال ساهل باش يخرج منا كيما تشوفو خاوتنا. ها لون مو خرجت هادي مع اللاكس، تسمى هادي الطريقة ناجحة خاوتنا. أيوا قول الجورنال ها باش يطير ساهل باين. هاي دخل حاجة هاكا، هادي صوبابا باينة بلي متخرجش بيها، تجيب حاجة هاكا تكي تورني فيس ولا وخرج بيها. هادي يا خاوتنا بياخذكم، السلام عليكم.